كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ليثمث نسلم ربي فلاون هذا هو المجلس رقم 33 من مجالس جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة ليثمث ذي الدرس بوسا المجلس بوسا أدمسلاي تتم لموضوع الأمر ثورا نكمل ذي المسائل إقلق إقشدن الأمر بعد من فهم باللي الأمر إسعنا تصل معاني إما ما كدنا الوجوب إما من الإباحة إما للندب في كون مثال ميم ذي القروض ذي الديون ربنا دفك تبوه رغم أن الفاء تساد للفورية لا تفيد التراخي ولكن عند العلماء المقصود بها ليس الوجوب خطأ لو كان الوجوب سيقع الناس في حرج أتخذ من التجارة بلك ذي الساعة أتخذ من عشر لزوبيراسيا في كييد في أرض ليد في أرض لاغ سلعة أني خلصيت خلصا هي لو كان إلا قتخذ من النوتير الموثق إلا الشهود إلا تخدم ما رشول نون أتسر مس كامل ذي الكواغض الكتيفة في حرج والشريعة الناد الحرج مرفوع ربي يفغار الحرج يفغار لي سر ربي الناد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ربي الناد وما جعل عليكم في الدين من حرج أصر ضد جماه إفافاه إذري من صافي ضغلق النوتير هناك مانع أدبي استحى غم كسيني غي إجمان غي فافا أروح كوي غا النوتير أنشتب يرنا ماذا الجماعة نغصبت ولاش النوتير أرجوال ماذا الحد أي غا المانع يكاد يسيون يوري في مارثة مستقيشين ضرب بذينان في الآية 282 من سورة البقرة طبق أمشى الخنطور ذي أستبقض الأمر ذي يسير ذي مليك في حرج لذلك في قادة جنس فهمي ثنتي دي الدرس النعدان ثورا نتكمل كان دي الموضوع أي نعنان الأمر هل يفيد التكرار نغمر واحدة تجزي الأمر ما ديس أمر هل المقصود السيكس إلا قد طبق ذلفذا دايما نغ مرة واحدة تجزي مرة واحدة تجزي ولكن أحيانا يفيد التكرار يقولك لا بد من معرفة القرينة الدالة على حمل الأمر على التكرار أو عدم التكرار ربي ند حجث الحيج يا خكا يوم راه ضرب بدن الحوج هل الأمر يفيد مرة واحدة من كل سكواس مرة واحدة الحمد لله ايه النبي عليه الصلاة والسلام سميتي حرص وينا بعد شو سينا إنيس لو قلت نعم لوجبت أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله اسمي الضحكة بني الإسلام على خمس لا إله إلا الله رسول الله فالزليث رمضان الزكاة رمضان إنيس وحج البيت وحج البيت غرض الآية
ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. المعنى يسولي زمرن إلى قم كل سقوسة يحوج الغسي قار يا رسول في كل عام يا رسول الله أهطر كل سقوس وسيقرا كل يوم خطر الحج ماشي كل يوم كل سقوس عرفت يوثي قران كل سقوس إناس لو قلت نعم لو كاد النغ نعم هذا يوغد الواجب من كل عام ورسي زمر من كل سقوس صافي الأمر إما يكون لدليل أو لقرينة إما الدليل هو الذي يحسم المسألة باش الدين تفيد التكرار التكرار ماشي التي كرار لا لا التا التكرار التا مع الشدة يفيد التكرار أو يفيد عدم التكرار إما الدليل هو نسع الدليل باللي في كل عام في مرة في العمر اسمه حجة الإسلام حجة الإسلام وين دي حجن يون يوثن تيكلت مري الزمر ضغط الزمر ثقيت لان ثلاثة زيك لان سنث ثورو غان ثلاثة زيك لان سنث السبات ثورو غان ثلاثة ثلاثة الإمكانات القدرات الاستطاعة الصحية يعني ساعة تزمرت شرط والسن الاستطاعة المالية دراهم في سلة هذا شوز إيه اسمي الاستطاعة الحكمية القرعة خطر زيك تحجون بلا القرعة زيك تحجون بلا القرعة لا ضحكوا يوسف انت مسات الضرب بس انت مغارت ترحم ربي صالحه تمغارت مليح والسين راه باللي في القرعه سني سي ميسما لي فريمن هنا يا سلام الغا السفغ الخبر راه تمغاري سني سي سكوسا تحجه مي شو تخدم وسنت التمغاري نفثرن تسكسو مي ديك الشمامي سني سي الخير كان سني سمي سكوسا تحجه داي سي قرا يما انا السكسو كان فنيس تنيض دلاني فيريمان كي وقت مغارين فتلا سكسو يعرض سي تفهم القران سي وا تفهم استقر خام ربي ماشي الماء السقار خام ربي الله يرضي صغوري الله يذكو بالخير انك ضبري دا باسبور خاطر يما تفتل سكسو انا شي تا كنهد يا خاصك تفتل سكسو من بعد انا فتلك سكسو ما الا ورسي على باسبور ورخدم هذيك السن ور مي سبحان الله نيه انت مغارين تسكواد غا في مغارين ما يفات تنوا عاسي ماني ينيد والله ما في في قوات تفهم ثنيد فتلك سكسو برق الروح الى قد حجه اروح غريب ولا عبد المؤمن بحال يسلم ني غاس ولدي ضبر غدا باسبور نسايس التمغار تفتل سكسو ولا تشكني هضرة هذا هضرة كان سكسو ذا ربي سبحانه يدي سهل والله هارد السكسو هاد يوسا وسانسين يولي نسا يولي يماس فغاني خصو نشوفو خضر كان الخضار مولا شتي مغارني وكان تفتل سكسو المعنى بوال ثورة ان شاء الله وريح ربي ولا ذيون ثمار تلقيت مثلث في السيافو ربي صافي ثقيل الاستطاعة الحكمية ولكن حجة الإسلام تجزي يوث ما ولدي حجا يوفق ربي يديرنو وقاذني ذي النافلة أكا ولكن إذا يتظلث أهل ترى يوث كان الأمر بالصلاة هل يفيد مرة واحدة لأن الصلاة تتجدد في اليوم الواحد وكل يوم أكلم يموت بنادم وربي ندوى اعبد ربك حتى يأتيك اليقين أعبد ربي الصلاة لما ثمثض ولما ذوينيه الخن يظن هذه الصلاة كنيت زران استغيميف سيغيمي
نافيذيس المهم أدي الظال ذا ثلاث دليل وايض ذي القرآن ربي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يكل آية ذي هضر الآيات الدالة على الأمر بالصلاة كلها تفيد تجدد الفعل وتكرار الصلاة والمعنى هنا الأمر يفيد التكرار نفهم ذا الزكاة مدام سيض نصب الزكاة كل سنة إلى قد عشر ودقرارا مثلاً أسقو سي عدن سيض 100 مليون زكاة انت عشر ثنية عدن زكاة انت خلاص صافيش حد سوفر 100 مليون 2.5 يعني معناه 6 مليون دمر سوفر الزكاة إذا عشر في ديث الدون يفكيك ضربي 100 مليون نظام طوال تسعر 200 مليون أهل طارة تزكيض 100 مليون في جديدين نغولات سي قديمين إسنف نغدا ولاكي خاطر لا المدن اللي كسقسايين في قارن كينيين 100 مليون إذايان شغل زديف يسار ديفنت يوثن تيكلت بركة خاطي خاطي مدام غورخيلان وذري مني 100 مليون تيم زورة 100 مليون تيم سناف أتزكض 200 مليون 2.5% يعني 5 مليون قبل ميرنيك ضربي 200 نظم توضع 400 مليون أتزكض 10 مليون في الدور أكثر من ذلك كلما سيض مسنك ماك ذو جيل إسان عامين دي العمريس فافاسي جايسد تريكا زكي شيني دعمس زكي مسنك ماكوري السينارا قاصر غاس ذو جيل وسقرارا إذرمني وجي وجيل أن تشابل خاطين ونغدا ولكي خاطر زر الفتاوى دي تاسن إلا وان داخيني كيني أو وجيلاكي مي مقر إذ برق الروس خاطين أنت المسؤول جديس نغد عميس نغد وين الان نغد خاليس نغد إما يكون ولي نغوصي وين يوصى فافاس قبل ذي مث نغ مقدم نغ قيم وقيم يقارن النيابة الشرعية إلا قد يسعو انتيتور إلا قد يسعو يون وين هو المسؤول صافي إذري من ووجيل إلا قد سوى عشرا يسد يون غنفي صلى الله عليه وسلم استقساف إني يسامي إني يسخدميثن ما دام شي ذي الولي ينس وتسجري ذري من ستاغن ياك نحبس يلها المال يتحرك سبحان شوف الاسلام حتى مال اليتيم يتحرك مال اليتيم اذي تحرز بنادم اذي حافظ في اللاس ولكن يحركه بقدر الامكان ما يلزم هذه خدمه انفستيسمون هذه صديق ثغوسه صديق هذه خدم اي حاجه باش ذا شو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام إن يسوى إلا تأكله الزكاة مولشت الزكاة مكل مكل سقوس زكي 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 هذا ينقص أكيد غربي سبحانه إن شاء الله هو الانقصار لأنه الزكاة تسمى زكاة خطر فيها النماء ديكس الفركة ديكس تزدي إلى آخره صافي الأمر يفيد التكرار لأنه في قاعدة يقولك الحكم يتكرر بتكرر علته الحكم يتكرر بتكرر علته فالحكم ملازم لعلته وجودا وعدما وجودا وعدما
الحكم ملازم للعلة وجودا وعدما. قد نطف مثال، جماثنا يسعى 100 مليون أسنيني تصيد النصاب إلى قد تزكيض ميدي الزيو سقاس إكسفيث مثلا قوقورا قيثورا ربيع الثاني أقلق الشهر ربيع الثاني على بالمناسبة الزكاة تشود غل الأشهر القمرية ماشي كان 14 أكن فهمنا بعض الناس أكن 12 10 خاطي خاطي غلط كل يوم من ميدا كوريس مالك شفتي كي ضربي 200 مليون ديال رمضان شفو يا رمضان ذا كوريك ذا رمضان ميدي زي رمضان يسدون 10 أين توفيض المهم إلى قديلي النصاب وما فوق ويظن يظن ذي شعبان قبل رمضان ويظن يظن ذي شوال أبري رمضان ويظن يظن نغوي يظن يظن ذي القعدة ذو الحجة محرم إلى آخره أي غر فلسفة الإسلام باش تضمن إجليلا وتلاز نارا خطر مولي شنو كان 12 صافي 11 شهر هذا اللازم ميديو سايون انا سرجو كان تاع شرف ما ثو فاكيد ما ثو فاكيد ما ثو فايد اش بشغل عشر لا لو كان دي ثامسة الاكونومي دي الاقتصاد لو كان يمذان انا سوفو العشر والله ما يقيم بالفقير الساقي يرتشي ولك شمد ولا شمشطح للأفارقة شمد غال الجامع يمشطح ثوالا مثل ديال لونكومبرمون لان سورتو ديال لوطورو تنداير لا دودان لان اي لهوان اي وذفال اي شتوا دار شي مشطاح في كردان سيلاوين ذاك السؤال نقول هذا دور ولات الامور ولات الامور نغالا حساكي يون ديال الجامع سميت الشمن فكير ديال الملاحظه قال لك كيني روح غادي فكري ديري مني ولا شي مشطاح هاكي غاضني لي زافريكان هاكي إنا يوثغ يوث الطوموبيل لو كان يوث البعض يقول ذلك فينا ولا لو قادي خدم لك سيدات ورعني خام دي الساولة أمشي الميزيرية ثواغيث المحنة أذرون الموث أثني ذي قول ذلك نسعني مولا نسعان ما يهليش هاث يوعر باش تذاوي يوقي مسكين ولا شيء يأكل سمحتي ثوالا الدين غدا قيدا وال الحكام ولاة الأمور سعان مسؤولية زيت ربي تشغل نسن ما يفان دان دا تسيدير نوكا ذاكي ديال السونتر الغاشي هذا وين ذري مرذين هذا وين القوت هذا وين سمحتي ضربان يضران في مستني يضران سي بعض ربي في اللون فلان غير ان شاء الله الغاشي بوين ذا الخير اذا وكرغان روح بوين وكرغان ذا ثورة اين كرامة الانسان هذا نمشي ذاكي هذا نسافتي لاوين دقيض مزيف ذي يطلان يشتوى هو ربي مدولا قد كرمنا بني آدم سورة الإسراء الآية 70 أين كرمة الإنسان فقي توجيه لفت انتباه لولاة الأمور يوذمر ربي يوذمر ربي شغل نيكس عن السلطة خطر الشعب شو يسعى شو يزمى ذي خذ الشعب ذي عيون وي أذيوي القوث أذيوي المطلات أذيوي لبسة أذيوي ذريمن أذيوي الخضرة ما ديفان ومكان عند تسيدير نوكا ذاكي هذا وين ردين شغل ما كان فكير الاشكال فكير المقترح خاطر ثاني غاك تمسالت حاجه النظام ربي سبحانه نتوالى سياك اي غر مقار ذي خبد مثاز مرتيس خاطر الانسان مكرم ولقد كرمنا بني ادم سيدنا عمر بن الخطاب انك والله لو عثرت بغله في العراق لسألني الله لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر لو كان الزيلة أسيوث وغور يطرف ذي العراق انسى ماشي نقلا سي المدينة إنيك ربي حاسب يوم القيامة أي ديني أي غرو استخدم ضرنا فريد يقرزن يوثيت وغور ثورا فهميت الإشارة باش نظر بالمسؤولية مسؤولية أكن خدم نزيكي جديث سفددن لا من انت الدرث لا من انت الدرث
ذلا من تدار سي بون داين ذقضني روحنا وفانتيني الطص ذقضني نجماعا ريونيون كسنت أزكاني ثم ديث وراح هذه الطفان كان لا من تدارث لناس العشاء ذقيض توكسض يسي خذ كيني لا من تدارث لناس مرك ذا قرون تدارث ما تشي باش تتصد أتعوزض تصنوية الميلاق واتفض وراء يعوزني ذك ما تبدض المسؤولية أمانة أمام الله مسؤولية أمام الله سيدنا أبو ذي الغفاري يظلم في المسؤولية إن ياسن في صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنها وإنها يوم القيامة إنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة قبل ذلك إنس إنك لضعيف ماشي ضعيف معنى فابل خاطئ ماشي وقل المقصود تسعض الميزان بزاف لو كتحكمض أتسفرض أتعتفض مليح وثقبل ضار العوجياك ضعيف أمام الاعوجاج ضعيف أمام التقصير ضعيف أمام إلى آخره إنك الضعيف وإن باش كان نفهم سمحتي هذه وفق ربك وقال يبغى ندخل من أين الهان يغدا ولد قايض صافي ثورة تسعيض 100 مليون نور تسوغار ثمسلت تسعيض دقوا قوراقي ثورة إني دامين صح من بعد قافل دقوا قوراقي راه يزكي ماشي 12 نتا خاطي نتا ذي ربيع الثاني إما إلا ذي ربيع الأول يعني قبل قور كشمنت كيد 300 مليون شفوث كان يسعى كان 100 حداش شهر سوى 100 يسعى المي مازال قور إوا قورا كينس ربيع الثاني كشمنت تيد 300 مليون أشحال راه يزكي في 100 ولا في 400 400 رزكي أنا عميه أي غار عليك نور يطفيك إني صاحب أنا عم لا هو هذا الجواب أصفين لا لا أصطفيف يخشم ذي لكاتيجوري المزكين شيني كل كده شمت 50 مليار دور تزكية دور ولا ألا ما تزيد سجوز ولكن نتسى 100 مليون يخشم ذي المزكين ذي الصنف المزكين 100 مليون سيطنت المي مازال ما تقول سمانة أديا وضا وقوري يرزقك ربي 600 أتسفض فرضا 100 مليون أتسفض 10 مليون يعني مقل كان ربي في كيك يطاس وش أتسفض كان 10 وش 10 مالا دو فيرجي سانك بوس أتسفض 10 شفا مسي تاقي إذا قد ينطيق باش أنا مسفا مليح شفا مس سيبوزون ثوال دولار غورك شناي 50 مليار زقيد غاش إني إن شاء الله ما يفكيك دربية قوريكي 500 مليار سعيطن بروك في الليك هذا كني نيت سعيض النصاب سي نورمال ولكن الشرط ويسيني لا قال ماذا قافل سيبوزون المي مازال واحد سمانة هي الربيع الثاني فغضة أخام فغضة خال قيمة تاكد سوى 100 مليون ذي الجيبي أتزكد 50 مليار أو 100 مليون 100 مليون حتى السقوس كامل 50 مليار دي الجيبي معفى من الزكاة ولو المي قريبة دي سوى قوري من بعد يغليك دان بروجي تغضى خام المهم بنادم ويستخدم ركن الحيلة
سي قرا في خاطر دار الطوموبيله كاميون ولاش الزكاه وكذا وكي قرا في كذا الملكيه خاط دار كاميون 30 مليارا ما تزكيش صافي ثاني الشيء مقل كان المثال المعاكس تماما فني زنسيه يدير ربي يدير رزقهم ربي كيدير رزق واش تخدم من الشرع انت تخدم الشرع سمانه قبل هذا يسوى كوريس يرنس ضربي 300 شكرا لله هذه حمد ربي هذه زكي في 400 مليون وريسك شمالا كالكولاتريس ديال المخصص سينارجو زكا كان 100 في ديزيو سكواس 300 تجديدين 300 ساعه السمانه اي لا لان سناث السباث السباث مزواروث صيد النصاب سباثي السناث لا لا سباثي السناث انه يلا هاتي نرلو حوالا الحول سباثي السلاثة الذمة المالية واحدة يوثن الدماء قلان ماشي سيني قلان يوني قلان ايوان ينساك اما 100 اما 300 لو كاد نفك مثال نظن فرض تريس 100 مليون أم بعد واحد شهرين يغطي الطوموبيل مرد يسقاذن يقول أنت 10 مليون يتصلصا فيه هذه زكين غال كيف تزكي وليش ثلي هذاك ذي المزكين فرض هذا هو الورنة هذيك الشمرة كاع بارك الله فيك ما الطوموبيل بنية البيع يبغى يوفى لوكازيون سي الله عرفتي داغر باش تزنزا افير اتي زكي وي اتي زكي خاطر يغيتي السنية السؤال اللي ديفك الشيخ يعني ما يسعى النية يغد باش هذي الزنز ما يغد باش هذي كسب وتكتمار لي الزكاة ما يغد باش هذي الزنز هذي زكي أمين ديون خمسة خامن يغثني دي مانيس وتزكي أنا يميل أثني الزنز حبس اف 3 اف 4 اف 5 يولي ثرساثين يون تيزي بوشان يون فريحة خذ مسن السومة زكيثن خطر صيد النية نلبيع ما إلا غثن تكسبوض مبروك في الله صافي الشريعة دقيقة شات صوت اللوزين ويفكي فنيت 50 مليار الماتريال 20 مليار 25 مليار شغل 10 مليار ني كاميون ني طوموبيلات فورغوثن اون تو 50 مليار زيرو زكاة زيرو تسوفوغار زرا ما يغر ذا شري زكي يماثنا هذي زكي البرودوي ذا شري سكشم اللوزين لوزين يفكينا الياورتنا دا بياس دي طاشي لا 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 مارشانديز ني فينا الا كان يدي لو برودوي ني لا برودكسيون ينس سينا اللي يقيم الغله بارك الله فيك الغله ما الا زلوزين ني تراكتور كاميون ني وفرقوث ني في ماشين ني 50 مليار زيرو دينار الشريعه يثقر خدم كان لو كان كثير تزكي غاتعيوض خاطي يثقر خدم كان الانتاج الغله غتزكي صافي ثورة باش نفهم فكا ماشي سميس تاكي سميس الاصول الثابته هاد كملا بقاد غا ما الى الوقت الا ديماندير الاسئله لا للتكرار صافي نفهم الامر يفيد التكرار او مره واحده حسب القرينه نغ الدليل هذا شو نظن وهل الأمر يفيد الفور نغ التراخي الفور نغ التراخي إذا قد خدم التورة نغ سياد الوقت نحكاد في الظليف للنات تفيد التراخي المهم تزلط ولكن التراخي محدد ماشي اصلا انت تزلق طورة تزلق 100 كا 3 ايام 4 ايام تزلق خاطي زلت الوقت الاختياري
وإلا قالت في واحد الوقت الضروري إلى لضرورة. كذلك بالنسبة للزكاة أقول لك الواقيد غا ماشي غاسكي بالذات خاطي ملا الأمر نظن يفيد الفور أزكى رمضان أزكى نظم بس نقرر نظم تنجل ماذا الخميس ديال الدون خاطي يفيد الفور. إذن ذاكي الأمر قد يفيد التراخي وقد يفيد الفور. ثورا نكمل أين أنه الأمر يستلزم القضاء. ذا شو المعنى يسوي؟ الأمر يستلزم القضاء بمعنى المي كمل صاحب المصنف النات الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء. هذا شرحه سنة تمسالك مدينة الأمر يستلزم القضاء معناه إذا تعذر الأداء صار القضاء لازما. يونور الزورة العصر تزولار دي الوقتيس يسعد نوف ما يسعى العذر ضربي في زرع يرس ضربي. ولكن ثورة ما تزال ثورة بعد المغرب تعتبر قضاء لا أداء. الأداء ذي الوقف الاختياري المضروري ما إلا يشمد المغرب تعتبر قضاء. وكيف غاديني الأمر يستلزم القضاء معنى تظل يعني محسوب ذمة المكلف مشغولة بالأمر غير المقضي إلى غاية قضائه. الدمة نغ أتسلي مشغولة ألما نسدد ألما نغرم تظلي في النغ. لذلك زرم ذي الفقه المالكي وينور الزولارة إلى قد يقضوا أتفضي وني في ذات الظليث في 40 سنة أش أستنيض غرمت الظليثي غرميت ستنية وروحنا كني غرميت ستاويلة ما تشي ستاويلة أين تزمرض تزمرض كل تظليث حاضرة أرنويا سيوث ني عدان صافي ذي لا جورني يونواس تغرمض يونواس. ثنا الطريقة النظام من ميث ستوفاض أغلوضو الظليث انت ياكل الصباح الفجر طهور العصر المغرب العشاء ورزارة الرغيبة ولا شفع ذي الوثر في قذاكي خاط الظل يونواس يومين ثلاث أيام وذا غميث فضاضة غرمض ما تشي شاك جوري مكولاس ميث زمرض ولا ما ثموث قبل تغرمض وكثر الظليثي يا ربي غفور رحيم خاطر تخدمض النية. إذا النوافل حيولة تفترض النوافل إن من الزمرض الرواتب باقي تحية المسجد وكتي الزولة نظنة يعني اجتهد أي غار لأن الأمر يستلزم القضاء. أكيد هنا تجد السبكي في كتابه مصنفه يستلزم القضاء. أم بعد شو دينا يكمل إنك والإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء ولو كان ماشي بالأصل بالبدل. أهي السفهم يون سمحي فرض الضاس 100 مليون وريزمي راه كيخلص فرجي ضاس ساعة ماين ثلاثة ولاش أسني أخيني كشيس الجيران دي ثمورثا أخيني جاني غاي إن كوز ما غاك خلصا أوي شوية تسيس وقاكالي اسمح خلص سوهيال يجوز يجوز خلص سوهيال سبوسا ثورة ذي فطوما وشو قدرون في كوال سوهيال في كوال تراكتور في كوال كاميون في كوال ستحانوس في كيف سفات في قال لك مشروعه في الدين اي غرض
باش تفرد في المشاكل. أصرضي و 300 مليون ولا شي سنين تاع طوموبيل كيني ياني راي أصل نخدم السوم على الطوموبيل ما تزاد الريد ما تنقصه درنوخ شصات 300 مليون طوموبيل سوا بالك 400 سي نزر هذا هو الطوموبيل الباقي صباح سلك الطوموبيل مولاش إليك من الصابرين سوتو في كورونا كل شيء يحبس ها سوتو في كورونا كورونا تحبس كل كورونا تحبس كلش اي غرثاقي الى الاصل الاصل دي ثريما البدل ذكال ذا تركتور تحانوت وقيد البدل ذي المعاملات مدينا الامر يستلزم القضاء وقين فهميت بعدين مدينا الاتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء الإجزاء معناه يجزي إما الأصل إما البدل شبي ربي في عيون المثال اللي ضرى ذي العهد النبي صلى الله عليه وسلم غادي تفهم تمثال مليح غاس نحكي في دي شحال يقول لي نعاود وكذا مكانيس باش نفهم ذي سيني دول ذي مسوفار فروح ما تسوفرم أتسينيهم أن بعد يبضد الوقت نتظليث العصر مثلا والساعة مرمان ثنوذم ثنوذم ولاش خنوي أمشي أتخدم أترجم ما زال السنذيم الساعة مطمع خط العصر الوقت غزيف مقار ما زال بيضاء المغرب المغرب في الخمسة ونص مثلا ثبض الخمسة وعشرة الخمسة واربع ذاين ثورة ذي الدن المغرب قريبة ذي الدن داش أتخدم تتيمما صافي ذي سنين سن مسفهاما خذ من تيموم وتيموم ذي البدل نغض الأصل ذي البدل قطلق سوامان الوضوء سوامان لثني زران ولا شامان مدام ولا شامان روحا غالبدل انتقل من طهارة الطهارة الأصلية طهارة المائية وهي الأصل إلى الطهارة الترابية وهي البدل سوامان سكال نصازرو خذ من تيمون تيمن ظلم أكن كان ظلم الحان واحد عشر المترات مازال دي المغرب وفن أمان وفن العين الله يبارك العين صار الله يبارك مش أشهر خذ من توالى سيناء أتوظيم أكني سنية هو الساعة الاختيار الساعة الاختيار ما أغنى اللوظو عاوزني العصر يجوز ما إلا أور عاوز النار يجوز ويجوز ويجوز وقد يقصد الإجزاء الإجزاء ظرث مشاهد سمثاقي في الزمن في صلى الله عليه وسلم أروح نسين في السفر أروف نرى من أمث مشاهد سمثاقي سوى سوى ظلم ظلم ستيمون أسمي فكن تظليث الحان شو الحان وفانا من مازال وقت نتظليث يون دكسن إن ياسن كيني أذي عوذا يغلوظو يعاوذي تظليث ويظن نظن وري عاوذا را يقيم كرك مخلفا ولكن ولا شوي سيناني ويظ ضري ولا يعدين خاط وغلد غنفي صلى الله عليه وسلم حكينا السما شاهوت الله اكبر وين كني ونعاود راه زوار ديك الساعه وين كنعاود راه تظليت انيس اجزاتك صلاتك انيس اصبت السنه واجزاتك صلاتك شو المعنى يس اصبت السنه ثبتي سواسوا دي لا سيبل تاقي السنه يمور تعاوض الضارة تظلي فيه خير كارن فهم بعد من أصبت السنة عندك أجر إصابة السنة وأجزأتك صلاتك المعنى الأمر بالصلاة رافع عنك الإثم ذاين غسط زول سوكال استيمون ذاين هذا الأمر يستلزم الإتيان
بالمأمور به يستلزم الإجزاء. أكيسين دغا يفرح وينا إن يصافين في عليه الصلاة والسلام يصفر حييد إميدينا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك يا دراغم كثبروا وين النظام أسينين كيني يرنع تصبغ مرتين صافين كيني تدبوا غير السنة ولكن وينا يصفر حيث النبي عليه الصلاة والسلام إن مرتين تخدمض تيممض تزلض تعود ظلوظ تزلض تزلض إن لك الأجر مرتين فرحني سين غلا فرحوا في زوج أشيخ ولا ما فرحوش صافي مادام فرحوا في زوج نكون الشرع عنا غير قد يصفرح كان إن شاء الله نتجاوز ثلويث أرثي مليث. السلام عليكم ورحمة الله. لأن بعض الأمور نديروها بعد العيشة.